مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على المباشر من مدينة خريبكة، وبالضبط من مكتب الأستاذ أنس السكتاني محامي بهيئة خريبكة، دفاع أحد المتهمين في أحداث الشغب اللي وقعت إثر مباراة الوداد ولوسيكا. مرحبا بك أستاذ، أنت على المباشر مع قناتنا شوف تي في. ممكن استاذ تقول لنا كيفاش دازت الجلسه اليوم؟ عرفنا بان كانت الجلسه اليوم مع الوحده، ياك استاذ؟ بغينا استاذ تقول لنا كيفاش دازت الجلسه اليوم. اولا مرحبا بمشاهدي قناه شوف تي في، وكنشكر قناه شوف تي في على الاهتمام ديالها بالشان المحلي لمدينه خريبكه. كما تعلمون اليوم كنجتمعوا مع قناه شوف تي في لمناقشه الاحداث التي وقعت على ضوء او بعد المقابله التي جمعت كل من نادي الوداد الرياضي ونادي اولمبيك خريبكة، ومع الاسف التي عرفت احداث اتاسف لها شخصيا، لانني شاهدت بعض مقاطع الفيديو التي تضمنت مجموعه من الاعتداءات على الممتلكات وعلى المنقولات ديال الاداره العامه للامن الوطني وعلى البنيه التحتيه لمدينه خريبكة. اولا خصنا نعرفوا ونحسوا المواطن المغربي بالدور ديال رجل الامن. رجل الامن كما تعلمون رجال الامن راه الدور ديالهم هو حفظ سلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام. ما يمكنش نعتبره رجل الأمن أو نقيموه خارج هذا الإطار. ما وقع صحيح أن البعض عبر عن غضبه، إلا أنه ما خصناش نلجؤوا لهذه الأساليب مهما كانت النتيجة أو مهما كانت الظروف. الملف الآن معروض على القضاء، عرف اعتقال مجموعة من الشباب أبناء هذه المدينة. مع الأسف المحاضر الضبط القضائية تضمنت اعترافات مفصلة. هذا الملف يجب أن يدبر. أنا لا أخفيكم سرا أنني سأدافع بكل ما أوتيت من قوة عن الموكلين ديالي اللي هما جوج في هذه الملفات، وأملي صراحة في أن تتنازل الإدارة العامة للأمن الوطني عن هذه المتابعات أو عن شكايتها، لانه صحيح انها لحقت بها خسائر، لكن يجب تحكيم العقل في هذا الملف، ويجب ان يدبر هذا الملف بواحد الطريقه اللي نشوفوا بعين الرحمه في هذوك الشباب راهم مع الاسف هاد الشباب معتقلين راهم عديم السوابق القضائيه. ما عندهمش سوابق. شباب في مقتبل العمر، ماشي مجرمين بمال الكلمه من مفهوم لغوي او قانوني. هادو شباب عبر في لحظه غضب عن غضب، عبروا عن غضبهم بواحد الطريقه ما التي اجوبها انا شخصيا، انا اجوب الطريقه. هذا لا يعني ان الافعال ثابته في حقهم، الا انه الفرع بين يدي القضاء، وحنا ثقتنا في القضاء كبيره، والقضاء غادي يكون الفصل بيننا وبين المشتكيه، الا انه املنا في ان يعرف هذا الملف واحد الصيغه ديال التوافق او واحد الحل اللي يرضي الطرفين، خاصه وهنا هاد الابناء، هاد الشباب راهم ابناء هذا الوطن، ولن نستفيد لا حنا ولا الاداره العامه من السجن ديالهم شيء. الاداره ما غاديش تستافد، وحنا ما غاديش نستافدوا، المجتمع ما غاديش يستافد، وغادي نخلقوا منهم مجرمين. بالعكس حنا بين هاد الشباب راه خدا درس كافي، غير الوضع ديالهم تحت تدابير الحراسه النظريه كافي لردعيه، والاعتقاد ديال المفيده في شيء. حنا املنا ان يعرف هذا الملف واحد الانفراج. والجلسه ديال اليوم تم تاخيرها لجلسه 23/12/2019 اللي غادي تكون ان شاء الله حنا كدفاع سنكون جاهزين لمناقشه هذه القضيه. واملنا انا اناشد المسؤولين لا على المستوى الامنيين لا على المستوى المحلي ولا على المستوى المركزي بان ياخذوا بعين الاعتبار سن هذا الشباب وانعدام سوابقهم القضائيه، ويمدونا واحد التنازل لما لا ليساعد هاد الناس، حتى المحكمه اذا كانت رحيمه او اذا راعت الظروف ديالهم الاجتماعيه تقدر تصدر حكم مخفف لصالحهم. وانا ابقى راه اشاره شوف تي في لبديكم باي معلومات، وشكرا على استضافتكم. شكرا لك استاذ. بالنسبه للاستاذ شحال اللي معتقلين دابا؟ عدد المعتقلين في الملف الذي عرض على انظار المحكمه اليوم هم 6. هذو في ملف وكاين ملف اخر في معتقل واحد هي 7، وكاين ملف ثالث معروض على انظار السيد قاضي الاحداث اللي معتقلين فيه مع الاسف 4 احداث. عندما اقول احداث اقول ما دون سن 18 سنه، يعني قاصرين باقي ما وصلوش السن ديال 18 سنه، وكنتمنى انهم بدورهم انتهت الاحداث
يراعيوا ليهم، لانهم راه المستقبل ديالهم في يعني بين ايدي الاداره العامه للمواطنين. كنتمنى ان هذا واحد التنازل تكون سابقه في قريب قال لي مالا، راه الاداره العامه اداره مواطنه، راه الهدف ديالها هو حفظ سلامه المواطنين كما قلت، وحفظ النظام العام، ويعرف هذا الملف بدوره ديال هذه الاحداث حتى هو انفراج ان شاء الله. وشكرا. بالنسبه للجلسه ديال القاصرين بلغ العلم ان حنا يمكن غطى ان شاء الله الثلاثاء الساعه 10 ونصف صباحا امام السيد قاضي الاحداث، وكتكون جلسه سريه، ليست جلسه ماشي بحال ديال اليوم يعني ليست بجلسه علنيه. وراه عضينا الاحداث مؤازرون من قبل مجموعه من المحامين في اطار التكليف، وراه الزملاء غادي يقوموا بالواجب ديالهم على اكمل الوجه ان شاء الله. شكرا لك استاذ، الله يجازيك بخير، بارك الله فيك. لنعود ان شاء الله مع الاستاذ انس السكتاني ان شاء الله يوم 23 استاذ ياك 23/12 ان شاء الله 23/12 كناشد الاسر نعم ديال المعتقلين باش يراعيو نتوما، راه كاين واحد الاكراه عند الناس ديال الامن، يراعيو حتى هما الظروف ديالهم، يراعيو الظروف ديال الناس ديال الامن، ويكون واحد يحاولوا يسهلوا المأموريه ديال الناس الامن. لان شاهدنا اليوم في المحكمه كان هناك واحد تجمع جمهوري ديال المجموعه، كان تجمع امام العنوان ديال العائلات ديال الابناء. وكنتمنى ان الناس في الجلسه المقبله ان شاء الله يراعيوا هذا الظرف هذا، ويحاولوا انه تمر الامور بواحد السلاسه، وهذا هو شكرا لك استاذ. الى هنا متتبعي قناه شوف تي في ناتي الى نهايه هذا البث المباشر. شكرا استاذ، شكرا على الى اللقاء. الى اللقاء ان شاء الله.